آمال وتطلعات كثيرة يعلقها المصريون على القمة العربية في الكويت، تلك القمة التي تنعقد في ظل مشهد سياسي واقتصادي بات يتطلب برأي الكثيرين تكاتفا عربيا لمساندة مصر خلال هذه الفترة. صحيح أن المساعدات الخليجية ساهمت في تماسك الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 من يونيو، إلا أن ثمة آمالا أخرى تنعقد على خروج هذه القمة بقرارات تساهم في تقديم المزيد من المساعدات العربية أو حتى وضع خطة مارشال لمساندة اقتصادات الربيع وعلى رأسها الاقتصاد المصري. دور ده الشعب المصري منتظر يبقى إيجابي ويبقى فعلي ويبقى تنفيذ، مش مجرد كلمة أنه مصر الشقيقة الكبرى والبلد الثاني وكده. عمر العرب ما اتفقوا على حاجة ولا هتحصل أي حاجة. المفروض يبقى مساندة من الإخوة العرب جميعا لمصر عشان ترجع مصر للصدارة العربية، وتقوم مصر إنها لما تقوم مصر الأمة العربية بلا كيان وشأن إن شاء الله. مصر بحكم ما تمر به في الفترة الأخيرة واحتياجاتها الاقتصادية، أعتقد أنها بتمثل أهمية لدى دول الخليج بحكم أنها يمكن أن تمنح التمويل المناسب. إيه المانع أن الجامعة العربية تتبنى مشروع مارشال عربي لدعم الاقتصاد المصري وممكن دعم الاقتصاد التونسي في الفترة اللي جاية؟ ويأمل المصريون أن تخرج قمة الكويت بحلول اقتصادية للعديد من المشكلات، حيث تناقش إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء ووضع خطة لتحقيق الأمن المائي والغذائي في الدول العربية، إضافة إلى إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في العالم العربي. النهاردة في مثلا بتتناقش قرارات زي موضوع الربط الكهربائي بين الدول العربية، هذا القرار بيصب في مصلحة العديد من الدول العربية اللي الحقيقة يعني اتأثرت بشكل كبير كبنية أساسية خلال فترات ما بعد ثورات الربيع العربي إلى الآن، خاصة فيما يتعلق بإمدادات مواد البترول، الزيوت، السولار، المازوت وما إلى ذلك، اللي هي المواد الخام الأساسية اللي بتستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. وإذا كان عدم الاستقرار الأمني أكبر مؤثر في أداء الاقتصاد المصري، فإن ثمة توقعات بأن تتناول القمة المبادرة التي طرحتها مصر فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. ياسين الجوهري، CNBC عربية، القاهرة.